شريطة أن يتخلى عن خلق عظيم وهو خلق الصدق. فلهذا لهذا عود نفسه، من عود نفسه الصدق فلا يسعى للاحتيال والتهرب من المواقف. توجد سئل الإمام السالمي رحمه الله تعالى عن مسألة، وذكر له السائل دليلا لكلام كان يقول به الإمام السالمي رحمه الله. الإمام السالمي كان يقول بقول، ثم تبين له بأنه أخطأ في ذلك القول، تبين له أنه أخطأ في ذلك القول، وبعد أن تبين له الخطأ لم يجد بدا من التصريح بالخطأ. وسأله السائل وأتاه ببعض الأدلة التي تدل لقوله الأول، فقال في معنى كلامه: طالما تشبثنا بذلك فكانت هباء منثورا، بمعنى لم يسعى أن يلتمس لنفسه العذر. قلت وأخطأت، بالفم المليان يستطيع أن يقول أخطأت. وقبل مدة ليست بطويل سئل شيخ كهلان حفظه الله تعالى ورعاه عن مسألة، فأجاب فيها وأخطأ في سؤال أهل الذكر. ففي نفس اليوم حينما تبين له الخطأ، سجل تسجيلا وأعلن بالفم الواضح بأنه أخطأ ولم يتردد في ذلك بتاتا. لماذا لم يتردد؟ لأنه يحاسب نفسه ولأنه صادق مع نفسه، فلا يسعى أن يلتمس لنفسه الأعذار. وأعظم الصدق أن يصدق الإنسان مع نفسه.